مسميات، يعني ليش تحيلون الزواج الى مجلس علمي في الوقف السني والوقف الشيعي؟ لان هم ليش ادرى، المحكمه هي؟ لان هم ادرى بالحكم الشرعي من غيرهم، لان هم عندهم قدره وقابليه. اعتقد هزه ارضيه يمكن، لو هزه لهم فجار، هي واحده من عندهم هزه. الله ارحم الراحمين، هاي هزه ارضيه وصلت للاستوديو ما شاء الله. المجلس العلمي عنده قدرة أكثر من غيره. طيب أن أعتقد هاي هزة أرضية، هزة قوية يعني، قوية يعني. الحمد لله. فناخذ فاصل، شو نسوي؟ والله يلا داوق على الاستوديو سهل، نروح نصلي صلاة الآيات لازم. أعوف البرنامج شلون استاذ؟ هاي شاور بيكم على قانون. لا يجوز، احنا شاورنا اي صحيح. لا ما حد شاور. غريبة لأول مرة تصير ببغداد يعني. طيب الله يكسر، ما ادري هي هزه لو غيرها. احنا هي ما ادري هزه لو انفجار شباب، هزه ارضيه، هزه ارضيه. الحمد لله. المهم المجلس العلمي للافتاء هو